عد إلى بيتك. نحن الذين انتقلنا بالمعمودية من سيادة الشيطان إلى سيادة يسوع، ورفضنا الشيطان وأباطيله، وقبلنا يسوع ربا وسيدا، يدعونا يسوع اليوم كما دعا الرجل الذي شفاه بقوله: عد إلى بيتك وحدث بما صنع الله إليك. نحن الذين نرتل في آخر كل قداس فلنسجد للثالوث غير المنفصل لأنه خلصنا، هلا خرجنا من القداس لنشهد في العالم بالخلاص الذي أتمه الله فينا، ليؤمن العالم أن يسوع هو الرب والمخلص، له المجد إلى الأبد. آمين. الأرثوذكسية، منارتك في الظلام.